جيت للعلاوة. نعم. حكيت مشاكلنا احنا مع السواق. مال السواق. سواق. خصوصي. انت من طلعت ترى انزرب علينا هيك ارد اقول حش السام. حشاك ليش؟ اي والله العظيم طلعوا الهيئة ورانا شلعوا ارقامنا. حكيتوا الحق؟ هذا لا حكينا اي قاعد اقول لك اياها. نطلع للموصل انطلاقيتنا 5000 سووا 15000. الله اكبر. للنجف 7000 سووا 12000. هاي بالقراج مال علاوي. بالقراج مال علاوي ورا ما رحت انت طلعوا لنا. ليش؟ طلعوا لنا هم واقفين. ايش قالوا لكم من طلعوا لكم؟ ها؟ ايش قالوا لكم؟ يدورون على سيارتك، وين سيارتك؟ تشارجر تعجب رقمها. زين. وياخذ ياخذ الرقم ويعطيك الا 5000، انا قلت لك اياه قبل. لين لا لا انت من اجينا. ايه. يعني لين انتم حكيتوا؟ اي لين احنا حكينا. الهيئه؟ الهيئه. قراج مال علاوي. بالقراج مال علاوي. وزير النقل اسمع. بعد. يا وزير النقل. يا وزير النقل اسمع. لين نوصل صوتهم؟ لين نوصل صوتهم؟ زين. هذول خطيه اللي رزقهم على هاي الكيه ويطلعون العبريه مالتهم يروحون تجي الهيئه عليهم يحاربوهم لين وصلنا صوتهم. ليش؟ المفروض لك دور. المفروض لك دور. اسمع ناشدو ماكو مدير. وين اجى رزاق محبس عمي؟ اجى اي اجى له ساعه راح رجع كله نفس الشيء. بن عمي العلاوي خوات. العلاوي والنهضه خوات. خوات من منو؟ خوات من الهيئه والاحزاب. بعد احنا ما نريد نحكي هواي. هي الاحزاب ابن عمي الاحزاب هم. شوف جو بالهيئه يحكون علينا احنا اهل الخصوصي نعبر كريستال ونعبر مخدرات بعد شوي نعبر اعضاء بشريه. هاي السمعه اللي علينا طالعه برا جماعه التشارجرات والاوبامات الخصوص. لا 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 وحق هذا الكاظم. بعد اقول لك طلع ورانا وانا وياي بعد 5 اذا شافوا السياره مالتك بالعلاوي يحرقوها على راسك. وحق هذا الكاظم الهيئه اقول لك اخذوا ارقامنا كل واحد طينا 75000. شنو خاوات اخذ؟ اي خاوه غصبا عليك. المرور نطيه، الدوريات نطيها، كلها نطيها، لا حد يصير شريف. لا يقول لي انا شريف وانا مو شريف. كلها نطيها. كلها نطيها. مسؤول على كلامك. انا المسؤول هذا الكاظم على يشهد. بعد شنو؟ انا المرور مطي 10000. ابو الهيزر قال يوم 5-7 يلا اطلع. شنو يعني؟ كذب؟ امشي هسه وياي، اصعدك بسيارتي، سيارتي تشارج هذيك طابقه. اوديك للعلاوي ولو للنهضه. قدامك اقبط اذا ما اعطي 10000 ما اطلع، يوقف قبال السياره، وانا سيارتي خصوص مسافره. امشي وياي هسه. هسه صعدك اخذك اطلع بيك. وشوفهم قبال عينك، تصوير هذا اصور لك اياه تصوير وشوفهم. حق الرد مكفول مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع، لكن احنا ناشد اليوم وزير النقل بهذا الموضوع. احنا جينا صورنا حلقه من حلقات برنامجنا، برنامج اصداء الشارع، ونقلنا معاناه الناس. بعد ما نقلنا معاناه الناس انه جوي بنفس اللحظة حاربوهم واخذوا ارقامهم. تطيني قبط، ما تطيني روح الله وياك ان شاء الله خير. بعد حبيبي باشا حياك. انا خدمتك بس بدك توصل صوتنا. ابشر. بعد مثل ما وصل صوتكم هسه يوصل صوتكم. حتى لو وصل ماكو شيء ترى ما يتغير. وداعتك ترى ماكو اكثر من النهضة. من النهضة ماكو ولا سواق النهضة ترى فطاحله. كرامه ماكو، احساس ماكو. وجاهم رزاق محيبي ساعتين ترى وقف الدوريه راح ورجعوا نفس الشيء. والخصوص ما يمنع، ما تمنع لك انت لا واحد ولا اثنين، الاف العالم. واحنا قلنا لهم خطب جو ما يخلونا نطب، شو نريد نسوي؟